بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، صدق الله العظيم. فاللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح والعمل، وأسألك يا الله خير ما أعمل وخير ما أفعل وخير الدرجات العلى يا الله. أهلا وسهلا بحضراتكم في يوم جديد، حلقة جديدة جدا ومختلفة النهاردة زي ما انتم شايفين معايا من تفاصيل. في البداية اسمحوا لي أني أتوجه بالشكر للدكتور حسن راتب رئيس مجلس إدارة قناة المحور على الديكور الجميل قوي ده، وعلى الشاشة الجميلة اللي انتم بتستمتعوا بيها دلوقتي، وعلى دعمه الدائم والمستمر لينا في تفاصيل للوقوف بجانب كل صاحب حق، وده اللي عهدنا عليه ربنا من أول حلقة لينا في تفاصيل.